نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضاتي العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن تسلط اليهود الساعين لهدم الأقصى على أهل الإسلام اليوم بما كسبت أيدي المسلمين وبما وقع من ولاء المنافقين، وأن الله ابتلاهم باحتلال شراذم اليهود للأقصى، وأنهم طال الزمان أم قصر سيحررون مسجدهم ويقاتلون عدوهم، وأن حصونهم وجدرهم ليست بمانعتهم من الله شيئا، وأن أهل الإسلام سيسوؤون وجوه الصهاينة اليهود في آخر الأمر بدخول المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبرون ما علوا تتبيرا. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.